بلشت تشتغل. شو هي؟ يبعت لي حما يا ابن عمي، تاخرت عليك، لا تواخذني، طمني شلون الارجيله؟ يزعل دقيقة لضحك. ماشي حالها ماشي حالها، العمى يطرح اختني. اتفضل ابن عمي، حط الشاي هون. هي حطينا الشاي هون. ابو بدر شو ايه؟ هات البشاره. البشاره على شو؟ احذر. شو بدي احذر؟ شو بدي احذر؟ القطة تبعنا جابت 7 قطات. لا بس قربت قربت قربت. شو الحسود تبعنا هرب من القفص تبعه؟ لا بعدت. بدر طلع سنانه. يا اسمعوا على هالسمعة، بدر طلع سنانه من 7 سنين. شو بنا ابو بدر؟ فتح مخك. شو هالحكي؟ ما حدا قال لي. ليش ما طعمتوني سنيقة؟ هلا وقتها، خلينا بالقصة تبعنا. لك شو هالحزيرة؟ شو هالحزيرة؟ والله عجزت فوزية، والله عجزت. ابو بدر انا حبلي. شو انتي فوزية؟ مثل ما عم اقول لك ابن عمي، انا حبلي. شو عم تقولي ولا فوزية؟ يا شو انا ما عم تسمع، عم اقول لك انا حبلي. اتضربي انت وعلى الخبرية. شو هالحكي هاد؟ هاي حزينة هاي فوزية؟ لك شو ابن عمي؟ لك انا مالي عامل حسابي فوزية، مالي عامل حسابي. الله يصلحك على هالعملة، كنتي تعجليها شوي. يو شو بدي اجلها ابن عمي؟ يوا ماشي الحال، نزعتي علينا شرب الارجيلة بالخبرية تبعك، راح امرق لك اياها هالمرة. لا وشو؟ هات البشارة يا اب بدر. ولك انا الحق عليني، قلت لك مفكرة حالي عاطية غرار. لك يا فوزية لا تعملي فيني مثل هذيك الخطرة لما فيعتيني من نومي بنصوص الليالي وبعتيني جيب لك الداية امزكي، واخر شيء قال شو؟ مبروك اجاك ولد، وانا مالي خبر انه انت حبلي، كل فكري عم تسممي. شو هالحكيات؟ شو هالحكيات؟ مو حلو هالحكي، ما كان العشم يا فوزية، ما كان العشم. اسمعوا علي، اسمع ابو بدر.